زأر كالأسد في حراسة عرين القلعة البيضاء، وكان بمثابة السد المنيع الذي تتحطم عليه أحلام المنافسين. تميز بموهبة فريدة في التصدي للانفرادات والهجمات الخطيرة على مرماه، هو عبد الواحد السيد. نجم حراسة مرمى الزمالك ومنتخب مصر السابق ومدير الكرة الحالي بالقلعة البيضاء، النجم الذي لقبته جماهير الزمالك بوحيد، ولد بمركز تلا بمحافظة المنوفية في 3 يونيو لعام 1977، حيث يحتفل اليوم بعيد ميلاده 46. نشأ عبد الواحد وترعرع بمحافظة جنوب سيناء، وكان والده أحد نجوم حراسة المرمى بنادي طنطا في فترة الستينات. سنوات من العطاء لوحيد داخل جدران القلعة البيضاء استمرت لمدة 17 عاماً، وكانت بدايته الحقيقية وانطلاقته الواعدة في حراسة مرمى الزمالك في موسم 1998-1999 في مباراة شهيرة أمام القناة بالدوري الممتاز. وعلى مدار 14 عاماً في حراسة العرين الأبيض، خاض وحيد 368 مباراة مع الفريق في كل البطولات، ويعتبر واحد من أكثر اللاعبين المشاركين في لقاءات قمة الكرة المصرية برصيد 28 مباراة. وصنفته وسائل الإعلام العالمية ضمن أوفى 20 لاعباً في تاريخ كرة القدم، ضمن الأساطير رايان جيجز وفرانشيسكو توتي وتشافي هرنانديز. وشهد موسم 2012-2013 للدوري الممتاز على دخول عبد الواحد السيد مئوية الشباك النظيفة مع فريقه، كما كان وحيد ضمن الكتيبة الذهبية لمنتخب أحفاد الفراعنة في نسختي 2006 و2010 من بطولة كأس أمم إفريقيا. عبد الواحد السيد أسد الزمالك الذي زأر على مدار سنوات طويلة من العطاء في حراسة عرين ميت عقبة، يعتبره أنصار النادي من أساطير جيل التسعينات والألفية الجديدة، وواحد من من سطروا تاريخا من ذهب في سجل النادي الأبيض العريق بعدد لا حصر له من الألقاب والتتويجات. عيد ميلاد سعيد للقائد التاريخي لنادي الزمالك.